الزميلات والزملاء، نواب شعب مصر العظيم، تهل علينا بعد ساعات نسمات الرحمن حاملة إلينا بركات شهر رمضان. فكل عام والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان. ويشاء القدر هذا العام أن تتعانق دعوات الصائمين من المواطنين المسلمين والمسيحيين، حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامناً مع بداية صوم شهر رمضان الكريم. ويسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهاني لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم جميعه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان. نواب شعب مصر العظيم، لقد اتخذت الدولة إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادي، كان آخرها منذ أيام قليلة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي المصري وضبط الأسعار في الأسواق المحلية وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. ونحن هنا نؤكد أننا ندعم الحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري. الزميلات والزملاء، نواب شعب مصر، إن الدولة المصرية على يقين تام من أنه لن تجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار في البشر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته. ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تجسيداً لهذا الأمر. تلك اللجنة التي شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ ووزارات الداخلية، العدل، شؤون المجالس النيابية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن أساتذة القانون بالجامعات المصرية. ويعد مشروع القانون المشار إليه نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أقول للسادة أعضاء اللجنة الموقرين، لقد بذلتم جهداً مميزاً في تحليل التفاصيل وصقل النصوص، مما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسوف يسهم بما لا يدع مجالا للشك في تطوير منظومة العدالة. الزميلات والزملاء الأعزاء، ما زال سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلاً للعمل على إنهاء مأساة ومعاناة أشقائنا الفلسطينيين.
ونحن في هذا المقام نثمن مجددا جهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان، وذلك للحد من الأزمة، فضلاً عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ونحن إذ نشيد بالدور المصري في هذا الشأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء. حفظ الله الشعب الفلسطيني وحباه برعايته جل وعلا، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.